مهرجان التراث التاريخي لمدينة المحمدية ذاكرة، موعد ثقافي لتثمين التراث التاريخي والفني للمدينة، كما أنه يخلد الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور الله محمد الخامس سنة 1960 لهذه المدينة التي كانت تسمى قديما فضالة. جمهور المهرجان سيحظى بسهرة فنية تنشطها فرق فولكلورية محلية ومجموعات موسيقية. الافتتاح اليوم، ولكن هو انطلق فعلا يوم 25 غشت ويستمر ان شاء الله حتى 31، وتعرف واحد عدد ديال الانشطه اللي هي منها طبيعه الحال الفروسيه كل يوم، وكذلك تنشيط الاطفال اللي تبدا من الساعه، الاطفال ما نسيناهمش، اللي تبدا تقريبا من الساعه الخامسه مساء الى العاشره ليلا، كما سوف يتم تنظيم واحد السهره فنيه بمشاركه فنانه محليين. انطلاق المهرجان تم بحفل رسمي خلد الذكرى 54 لاطلاق اسم المدينه ورفع الستار على لوحه تذكاريه استرجاع لتاريخ 25 غشت 1960 والذي يحظى بأهمية خاصة في تاريخ المحمدية. التدورة تتميز في دورتها الحالية ببرمجة متنوعة لتحقيق أهدافها الرئيسة والمتمثلة في التعريف بالتراث المحلي لمدينة المحمدية.